طيب إذا الطلب الأول كان بدنا السرعة المتوسطة الـ V average. طيب الـ V average إيش بتساوي؟ تساوي R اثنين على R واحد دلتا R على دلتا واحد. تمام، دلتا R طبعا دلتا T أو R اثنين نقص R واحد بشكل واضح يعني على T اثنين تي واحد تي اثنين ناقص تي واحد. طيب هلا انا عندي ار بالاصل شعاع، عندي ار بالاصل علاقة الار سؤال موضوعي ايش عندنا كانت تساوي؟ 4 سنتيمتر. طيب بلا واحدة، تعال نحط واحدة مشان صورة كتابي لأن كتابي صعبة على الكمبيوتر. زائد 2.5 بتي مربع. زائد 2.5 بتي مربع. بي اي زائد 5 بتي مركب الجي زائد 5 تي مركب الجي على جي. تمام. طيب طبعا هل عندي الار واحد؟ نعوض تي واحد في ار واحد طلع معنا. تماما يساوي منعوض التي واحد اللي هي ايش تساوي؟ صفر. ار واحد تساوي ار صفر وتساوي منعوض التي يساوي صفر. اربعة زائد صفر زائد صفر زائد صفر في اي، بالتالي اربعة في اي، اربعة في اي. اذا اربعة في اي زائد صفر جي. صفر جي. زائد صفر جي. طيب. هاي الار واحد. الار اثنين. نعوض تي اثنين في ار اثنين. تساوي الار تي اثنين شقات. واحد. ار اثنين. 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 يساوي أربعة زائد اثنين ونص ضرب اثنين للتربيع. اثنين للتربيع أربعة ضرب اثنين ونص عشرة زائد أربعة 14. تمام 14 أي زائد خمسة ضرب اثنين عشرة عشرة جي عشرة عشرة جي. أيوه. طيب هلا الـ V average هو R2 ناقص R1 T2 ناقص T1. طبعا لما بدي اطرح شوية من بعض ايش بطرح؟ المركبات. المركبات الـ I لحال؟ الـ Y من الـ Y والـ X من الـ X. تماما. فإذا بصير عندي 4 14 ناقص 4. نعم. طالع دلتا R هما. على ايه؟ على اي. على اي. على اي. طيب زائد زائد 10 ناقص 10 10 ناقص 0 10 الجي 10 على الجي على 2 ناقص 0 2 2 ناقص 0 0. طيب بصير عندي بصير عندي 5 على اي هذا 10 على الاي. ايه مزبوط زائد 5 10 على 2 تمام 5 زائد 5 على الجي. طيب اذا هذا هو هذا هو شعاع السرعة المتوسطة. شعاع تمام هذا هو شعاع السرعة المتوسطة. طبعا اللي جات شعاع شايفين الطويلة
طويلة طويلة. ال V average إيش يساوي تحت الجذر؟ مربع الآيات زائد مربع الجيات. تمام، يعني 5 للتربيع زائد 5 للتربيع بصير 25 زائد 5 زائد 25 جذر 50. جذر 50 ويساوي 7.1 سنتيمتر على ثانية. يطلع 7 طلع هو بيطلع سنتيمتر على ثانية، صحيح. طيب والتتة تبعيد السرعة مركبات على الواي ارك تانجنت تساوي ارك تانجنت ارك تانجنت الوايات على الاكسات الواي على الاكس يعني خمسة على خمسة ارك تانجنت الواحد تالي الزاوية تطلع عندي 45 درجة. دكتور هاي التتة هو طلبة مننا؟ هون ايش عم نحسب التتة؟ بدي اوجد انا بدي اوجد شعاع السرعة، بالتالي بوجد طويلته وزاويته. ايوه تمام. هو ما طلبها ما هيك؟ طلب قيمته. ايه طلب الاتجاه صح؟ ايه اتجاه خلص، بس انا قلت لك اوجد يعني اوجد شعاع شايفته، انا قلت لك اوجد طويلته واتجاه خلص. انت هون اذا قلت لك اوجد شعاع بتكفي هي. الجواب كفي. او بتطالع لي الطويلة والزاوية كمان بصير. فكل حال هون واضح السؤال مو هيك؟ انه اوجه طويلة واتجاه مو هيك؟ نعم نعم. المنصف ربع اول اتجاه وهيك على الاكسات الموجودة. هاي بالنسبة للطلب الاول، في اي سؤال؟ كلا. طيب الطلب الثاني ما هو؟ بده سرعة اللحظية، شدة واتجاه سرعة اللحظية. عند تي تساوي الصفر وتي تساوي الواحد. طيب الطلب الثاني اوجد شدة واتجاه السرعة اللحظية لها عند تي يساوي صفر، تي يساوي واحد، تي يساوي اثنين ثانية. طيب شلون بوجد الشدة اللحظية؟ دكتور مشتق التابع. مشتق التابع فبنوجد السرعة تماما. يعني دي ال V منقول مثل ديك المسألة. طيب إذا منوجد شعاع السرعة مو هيك؟ شعاع السرعة V يساوي شو؟ dr عديدي على ddt على ddt هاي يساوي طبعا دي تبع الار، الار هي هاي 4 زائد 2.5 تي مربع في اي زائد 5 تي في جي. مشتقه الاربعة صفر مشتقه وهيك حد ثابت. إيه نعم. 2 ونص في تي مربع مشتقة 2 ضرب 2 ونص يعني 5 ضرب تي. تمام. فإذا نساوي 5 تي. طبعا في اي. مضبوط. زائد 5 في جي. تمام؟ تمام. طيب. بنعوض. هل عندي معناتها ال V صفر؟ يعني لما تي تساوي صفر ايش يساوي؟ 5 ضرب صفر 5 صفر على I زائد 5 على J. نعم هاي الرمز V صفر؟ في في صفر بين قوسين يعني تي يساوي صفر. الفي لما تي تساوي صفر طبعا لانه الفي تابع للزمن. طيب الفي واحد بنعوض 5 ضرب 1
خمسة أي خمسة جي زائد خمسة جي طيب اثنين في اثنين عشرة أي خمسة جي أيوة يساوي عشرة أي خمسة جي زائد خمسة جي طبعا خمسة جي حد ثابت تمام طبعا هون الطويل إيش قد كل واحد من ربع للقيمتين يساوي تحت الجذر صفر زائد خمسة للتربيع برجع خمسة خمسة هون شاهد سبعة فاصلة واحد مثل الطلب اللي قبله مو هيك وهون تحت الجذر 125 انه سي تساوي تحت الجذر 10 للتربيع يعني 100 زائد 5 للتربيع 25 تحت الجذر 125 شد هون 11.1 11.18 11.2 طيب قول او 11 هي حتى لازم تكون 11 فقط رقمين معنويين طيب والتيتا هون ايش تساوي؟ ارك تانجنت لشو؟ الواي على الاكس الواي على الاكس ايش الواي على الاكس؟ يعني عند كل قيمة ولا كيف؟ عند كل قيمة مو هي؟ ارك تانجنت الخمسة على صفر يعني ارك تانجنت اللانية قلت لنا بيع اثنين 90 درجة ايوه 90 درجة طيب هون شد الزاوية مو واحد خمسة على خمسة 45 درجة عم نفسه قبله مثل الطلب السابق ايوه هون احسبوها لاشوف ارك تانجنت النص ايوه ارك تانجنت النص شو بيطلع الا هاس بي حدا شغله ثلاثين درجة شاد 30 درجة 27 درجة لازم يكون طلع 29 طلع 29 ونص شلون 29 ونص؟ هي طلع عندي ايش قد تانجنت النص؟ النص 26 دقيقة 26.56 نقرب على رقمين معنويين بصير 27 تمام؟ طيب 26.56 26.56 بتقرب الى 27 لانه نقرب لرقمين معنويات واضحة؟ نعم اي سؤال؟ طيب طلب الثالث مو هيك؟ دكتور ليش ما عم ناخد التانج؟ عم ناخد ارك تانج؟ هو الواي على الاكس التانج كمان بتساوي انه هو ما بدي تانجنت انا ما مطلوب مني ايجاد الظل موجود مني مطلوب مني ايجاد الزاويه المقابله لهذا الظل ايوه فهمت علي انا بدي الزاويه ما بدي الظل ايوه مثلا
45 درجة. الظل تبعها واحد. أنا بدي الزاوية المقابلة للظل واحد. معلومة عندي الظل ومجهولة الزاوية. تمام. معناتها الزاوية 45. حلو. أيوة. طيب. طلب البعده. طلب اللي بعده. إذا عندنا رسم مو هيك؟ رسم مسار النقطة. أيوة. ارسم مسار النقطة بين t صفر t تساوي صفر t تساوي اثنين. وزر السرعات محسوبة في الطلب السابق. طيب. بدنا مسار النقطة. نمسح هاي نرسمه محله. نعتبر هذا محور X وهذا محور Y. طيب مسار النقطة بتاعت درس مع المحور X Y مو هيك؟ إذن هنا عندي المحور X وهنا عندي المحور Y. طيب بمثل المواضيع النقاط. بالطلب الأول كان عندي أنا أول موضع هو R 4 على X وصفر على ال Y مو هيك؟ هذا هو هاي أول نقطة. طيب ال R 2 14 على ال X و10 على ال J على ال Y عفوا. إذا اعتبرت هاي 14 مثلا هون وهي 10 طبعا بشكل تقريبي التقريبي هي 10 على الجي طب هاي هي النقطة. طيب الزمن نقطة تانية انه لما كان تي يساوي واحد تي يساوي واحد ايش قد الار يساوي؟ عندي هون 4 زائد 2.5 ضرب 1 للتربيع ان 4 زائد 2.5 6.5 نعتبره هون تقريبا. طيب بالواي 5 ضرب 1 5 يعني تقريبا هيك هون هاي النقطة. طيب طبعا المسار ما هو مستقيم. مسار ما هو مستقيم يكون منحني يمر بثلاث نقاط هيك تقريبا. هذا هو المسار تقريبا. طيب السرعات لما كان تي تساوي صفر شقد كان السرعة؟ تي تساوي الصفر الموضع كان 4 على الاكس وصفر على الواي السرعة شقد؟ طويلتها 5 وزاويتها 90 درجة يعني للأعلى هيك تمام. هي البي صفر. طيب إذا طويلتها 5 وزاويتها 90 درجة للأعلى. الزاوية الثانية لما بي تساوي واحد لما تي تساوي واحد مماز صارت 45 7.1 والزاوية 45 تقريبا هيك. طبعا برسمه أطول من الأول لأن الأول 5 الثاني 7.1 فبرسم الثاني أطول من الأول. ثالثة الطويلة 11 طبعا برسمه كمان أطول من الثاني والزاوية تقريبا 27 تقريبا هيك بالشكل هذا تمام. فإذا هلا لو جينا نفسر الحركة بنشوف إنه المتحرك أو هاي النقطة على الشاشة
انطلقت باتجاه الأعلى وصارت تلف باتجاه اليمين وسرعتها بتتزايد، شايفين؟ فانطلقت هيك وزايدت السرعة، واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ نعم نعم. طب انتو كطلاب معلوماتية لازم تعرفوا انه كل حركة، يعني كل حركة تتم على الشاشة، شايفين؟ غير الفيديو، يعني موضوع الانيميشن، موضوع طبعا الفيديوهات تتالي صور، هي موضوع الانيميشن، شايفين؟ فكل جسم بده يتحرك شو؟ بمعادلات، وفق معادلات، معادلات رياضية، هي معادلات فيزيائية، مثل الألعاب مثلا، موضوع الألعاب. لما تشوفوا سيارة مثلا، شايفين ماشي، انتوا بتحركوها يمين يسار، فطبعا كلها معادلات. لما مثلا بتقع من مكان، لما بتنقلب، فهي كلها لها معادلات. طبعا بس هذيك معادلات بتكون متقدمة، بدخلوا قيم الاحتكاك، بدخلوا مثلا الكتلة، بدخلوا هالأمور هي يعني. طيب أي سؤال؟ بس رسم النقاط شلون دكتور؟ رسم النقاط قلت لك ما انتبهنا، تاخذ الموضع. نعم؟ ما قطش النت عند رسم النقاط. لكل نقطة بتاخذ الموضع دكتور، بنعوضها ما هيك؟ نعم؟ بالمعادلة بنعوض النقطة المعادلة اللي عندنا، مو هيك رسمتهم؟ طبعا لك ايه، بتطالع الاكس تبع النقطة والواي تبع النقطة. هاي اللي اول شيء مثلا تي صفر، الاكس هي الصفر، ومنعوضها بيطلع معي الواي، مو هيك دكتور رسمتوه؟ انا عندي هذا شو على الموضوع، ما هو شو على الموضوع؟ هذا اي اي ايش تعريفه شو على الموضوع؟ تذكروه تعريف شو على الموضوع؟ لا الاكسات والوايات لهي النقطة هو شو؟ لا نفس الجهاز، لا لا نفس الجهة. شعاع ينطلق من المبدأ وينتهي بالموضوع، بنقطة الموضوع، مو هيك؟ ايه. بالتالي شعاع الموضوع بيعطيني طبعا بيعطيني احتساسيات نهايته اللي هي نفس الموضوع اللي عندي. بالتالي الاكس تبع شعاع الموضوع هو الاكس تبع النقطة، والواي تبع شعاع الموضوع هو الواي تبع النقطة. واضحة؟ واضحة. يعني نقول أنا هذا الشعاع، نقول هذا الموضوع أنا النقطة الثالثة مثلا، هاي النقطة، هذا شعاع الموضوع تبعه، تمام؟ فعندي هذا الإكس تبع النقطة اللي هي نفسه الإكس تبع شعاع الموضوع، وهذا الواي تبع النقطة هو نفسه الواي تبع شعاع الموضوع، تمام؟ فهذا شعاع الموضوع لما تي تساوي الصفر، لما تي تساوي 2 ثانية كان هون، صار هيك شعاع الموضوع. فبعوض 2 هون، بعوض 2 بدل زمان، فبصير عندي 4 زائد 2 ونص ضرب 2، تمام؟ للتربيع عفوا، 2 ونص ضرب 2 للتربيع، 2 للتربيع 4، ضرب 2 ونص 10، زائد 4 14، فإذا على الإكس 14، وعلى الواي 5 ضرب 2 10، وعلى الواي 10، تمثيل بياني عادي. واضحة؟ واضحة دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. بس انتوا بدكم تشتغلوا بال، يا جماعة لازم تشتغلوا، لازم تشتغلوا بالمسائل، ما بتشتغلوا فيها. هلا انا بدي احط، بدي احط كلاس على الكلاس روم، على جوجل كلاس روم، وترفع الوظائف عليها، ترفع الوظائف على مجموعة على الكلاس روم. اعطينا مسائل. طيب المسألة اللي بعدها، المسألة اللي بعدها مش ظاهرة لأن تكون على الشاشة. طلع المسائل، مسائل مسائل. طيب المسألة الثانية، الوقت دكتور في وقت، في وقت لسه، في شوية وقت. ايه
10 دقايق. ايه. تقذف كرة من نافذة على ارتفاع 8 متر عن سطح الأرض. تحركت الكرة بسرعة 10 متر في الثانية عندما غادرت يدك وبزاوية 20 درجة تحت الأفق. كم ستبتعد الكرة أفقيا عن النافذة عندما تصطدم بالأرض؟ طبعا بإهمال مقاومة الهواء. طيب هاتوا أعطونا نشوف. من حال شو الله بلش حل. مسألتي شيء تصير. سقوط حر. شلون سقوط حر؟ استاذ هو عم يقذف كرة من ارتفاع 8. هي مسألة قذائف. قذائف هي. ايوه مقذوفات، حركة مقذوفات. استاذ هي فينا نطبق عليها معادلات، الاربع معادلات عطتنا يعني. اشتغلوا عليها لشوف، خذوا 3 دقائق اشتغلوا عليها يلا. الدكتور تسارع، تسارع دي يكون سالب. ما بعرف، حطوا حطوا جملة مقارنة واشتغلوا عليها. طيب ده.